كنت مفكرة إنه ممكن اسمع منك كلمة اعتذار أو كلمة حقيقة، ولا كمان بلا على الكلمة؟ لا مش بلا، أنا كتير متضايق من حالي على اللي عملته. كنت أفكر حالي قد بس طلعت غلطان. المهم هلا هيني جيت لساعتك، لو بدي أهرب منك ما كنت رديت عليك وجيت. على كل حال أنا بعد فترة مسافرة لعند أختي. أستراليا؟ إيه، رح أترك لك البيت مثل ما تركت لك الصالون. بتمنى إنك ما تبيع وتخسر مثل ما خسرت كل شيء. المهم أنا هلأ بدي أحكيك بموضوع سمير والبضاعة اللي بالمستودع. كفينا شرك جهات، زيت أميرة وأزيتني، كنت رح تأذي رياض وجابر. عمل لك شي شغل منيحة لو مرة بس بحياتك. شو خصو سمير؟ زلمة مش مسترجي يجي على لبنان، خايف ينلقط. والزلمة المستأجر من عنده المستودع ما بقى في ينطر، ويمكن بين لحظة والتانية يفتح المستودع ويشوف البضاعة، شو بيصير ساعتها؟ إذا بعد إلي عندك مونة صغيرة، إذا حابب تعود عن كل الأذى والذل اللي سببت لي إياهم، خلاص من هالبضاعة. كيف بدي أخلص منه وما بعرف وين المستودع؟ سمير مش هون ليفتح لي الباب. احكي مع منى، هو تارك معها المفتاح وبتعرف وين المستودع. أنا ببقى ببعت لك رقمها. شو قلت جهاد؟ ماشي، أنت بتؤمر.